وكما نتابع معكم المشاهد المتلاحقة لتصويت المصريين في الخارج، لا تزال هناك عدة مقار لم تفتح فيها اللجان بعد، ولكن المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نشأت زنفل نائب رئيس المركز المصري الثقافي الأمريكي. أستاذ نشأت أرحب بك. اهلا وسهلا يا فندم. نعم، يعني بحدثنا عن عدم فتح جميع المقار. كما نعلم في الولايات المتحدة الأمريكية هي لجنة لوس أنجلوس ستكون من آخر اللجان التي ستفتح فيها صناديق الاقتراع بالنسبة للناخبين، لكن كيف بدت الصورة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمشاركة الجالية المصرية في هذا الاستحقاق الانتخابي؟ والله الحمد لله، انا اولا بحييكي وبحيي الشعب المصري كاملا، وبنبعت لهم تحياتنا من نيويورك ومن كل الولايات المتحده الامريكيه. الحمد لله رب العالمين. كان في اقبال امبارح، كان يوم السبت، حضرتك عارفه هو يعني السبت والاحد هم العطله الرسميه في الولايات المتحده. كان في يعني اقبال كبير جدا، وكان في مفاجاه، في ناس كانت جايه ببساط من كنتيكت، واللي بتبعد عننا حوالي 3 ساعات، وفي ناس جايه من بوسطن يعني تبعد حوالي 4 أو 5 ساعات، في ناس جايه سايقه، وفي ناس جايه عملوا تجميع مع بعضهم وجابوا باصات. في باصات جات لنا من نيوجيرسي، في باصات جات لنا من نيويورك، في يعني كل الناس اللي هي حاسه ان هي عليها واجب اتجاه بلدها كلها جات وشاركت في الانتخابات. وده مش جديد على الجاليه المصريه في امريكا. نعم، لكن طبعا حضرتك تفضل. زي ما صدرتي، في احنا في فرق 3 ساعات ما بيننا وما بين كاليفورنيا، ويعني معظم في لوس انجلوس، وفي هناك في فرق 3 ساعات، هم بعدنا متاخرين يعني، هم لسه ما فتحوش. لكن بشكل عام العمليه الانتخابيه سارت بكل سهوله ويسر دون اي مشكلات او عراقيل واجهت من قاموا بالادلاء باصواته؟ أنا يا فندم عايز أوجه تحية لوزارة الخارجية بالعمل، وكل القنصليات اللي احنا بنتعامل، وخصوصا قنصلية نيويورك وسيادة السفيرة العظيمة هويدا عصام، للتنظيم. لو أنا ممكن أبعت لحضرتك فيديو من أول الناخب ما بينزل من تحت من التفتيش لحد ما بيخش اللجنة، لا يستغرب دقيقتين أو 3 دقائق. وسيادة واقفين هنا المسؤولين عن القنصلية واقفين بيحاولوا انه يمشي الناس بسرعه على اساس العدد اللي تحت ما يقفش في البرد والمطر. نعم. اذا هي اجراءات لتسهيل عمليه الادلاء بالاصوات بالنسبه للناخبين وللجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه، لكن يعني من خلال لقائك مع بعض المواطنين او المصريين، يعني كيف تبعت حرصهم على المشاركه في هذه الانتخابات؟ يعني اسباب هذا الحرص رغم يعني عدم وجودهم في مصر، وهناك العديد من العائلات الان نجد الجيل الثالث منها. امام حضرتك الناخبين اللي داخلين او اللي طالعين، اتفضل يا فندم من هنا، وسالوني اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا سيدات عظيمات جايين هم قدامي، داخلين على القنصليه بيسلموا على بيخشوا جايين من كل الولايات. حاجه بصراحه مفرحه، هم معظم الناس بيوجه رساله ان احنا بنشكر قيادتنا السياسيه على اللي انتم بتعملوه في مصر، احنا حاسين باللي حضرتك بتعمله، احنا فاهمين اللي حضرتك بتعمله، احنا فرحانين باللي حضرتك عملته، فرحانين ببلدنا، فرحانين بشكل بلدنا الجديد، بالتطور والحركه الكبيره اللي حصلت في مصر من ساعه ما حضرتك توليت الحكم لحد الان. ما فيش حد من هنا محتاج يعمل نفاق او رياء، الناس اللي هنا لو حضرتك عملها هتلاقيهم معاهم جوازاتهم الامريكيه، واللي بقاله 45 سنة وفي منهم مش هينزل مصر تاني. بس هو بيبني له ولاولاده والاحفاد، مش عاملها النهارده عشان النهارده ولا جاي بصورة، لا ده هو جاي يقول لك انا عايز مستقبل ولادي، هي دي مصر اللي انا اتمناها لاحفادي واولادي وقرايبي. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الاستاذ نشأت زنفل نائب رئيس المركز المصري الثقافي الامريكي، شكرا جزيلا لك.